يكرهون طريقة لعبك، يكرهون اسم فريقك، يريدون فقط خسارتك، لكن يكرهون عدم تمكنهم منها. يكرهون رؤيتك تفوز، طريقة احتفالك، رفعك للألقاب. يكرهون تكلم الجميع عنك فقط، أنك أفضل مشجع في المغرب، أفضل فريق مغربي في إفريقيا، في العالم. لهذه الأسباب كاملة، ومن بعد ما كثروا الأعداء على فريق الرجاء الرياضي، صحافة، مسيرين، لاعبين، فرق، أعداء حتى من داخل النادي ديال الرجاء، جات الفكرة ديال إنشاء صفحة تكون صوت ديال الشعب الرجاوي صد جميع الأعداء ديال الفريق. الهدف ديالنا ماشي الفوز بمسابقة، الهدف ديالنا تشريف ديال اسم الرجاء الرياضي العالمي.